السلام عليكم. الخامسة مساء في مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، أهلا بكم. ونستهل النشرة بالعناوين: وسط إبداعات الشعراء المشاركين، اختتام فعاليات مهرجان الشعر العماني في دورته 11 بولاية خصب. الاحتفال بافتتاح مبنى مركز الابتكار والروبوت العلمي بمحافظة ظفار. مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على مشروع قرار لإرسال مراقبين إلى اليمن لتطبيق وقف إطلاق النار في ميناء الحديدة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. اختتمت في ولاية خصب بمحافظة مسندم فعاليات مهرجان الشعر العماني في دورته 11، والذي تواصلت فعالياته لخمسة أيام. رعى حفل الختام على الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام. في ليلة اختلفت عن باقي ليالي خصب المعتدلة، فمع انخفاض درجات حرارة الليل شهدت قاعة فندق خصب حرارة إسدال الستار على فعاليات مهرجان الشعر العماني 11 التي استمدتها من دفء الشعر ومشاعر الشعراء. الحقيقة نرى كل هذا الجمال الذي تتزين به هذه المحافظة. نحن في ختام مهرجان الشعر 11 وعلى امتداد 20 عاما أثبت هذا المهرجان قدرته على إنجاب العديد الحقيقة من الشعراء الموهوبين الذين أصبحوا الآن أسماء متحققة على مستوى عمان وعلى مستوى الوطن العربي. أريج المشاعر تعطر بألق الشعر والشعراء. مسندم عاشت خمس ليال في فضاء الشعر والجمال، ليال امتلأت بعبق النثر والنبط والفصيح، حتى وصل المهرجان إلى آخر المشوار ليشهد حفل الختام المبسط تقديم موهبة عمانية قادمة بقوة ليحلق في سماء الشعر العماني يزيد البلوشي، والذي سبقه إلقاء كلمة الشعراء المشاركين في المهرجان. ويختتم الحفل بتكريم راعي الحفل للشعراء المشاركين في إحياء أيام وليالي المهرجان. شعراء أمتعونا بنصوصهم بالإضافة إلى التجارب المكرمة والضيوف اللي كانوا من داخل وخارج السلطنة، بالإضافة أيضا لأوراق نقدية قدمت في 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 تجارب شعراء، منهم من رحل رحمه الله ومنهم من يسايرون هذه التجربة يدا بيد، بالإضافة إلى الأماس الشعرية اللي عشناها. فكانت أجواء جميلة جدا بالإضافة إلى أجواء مسندم الرائعة. هذه أول مشاركة لي في المهرجان، سبق وشاركت في مسابقات وملتقيات ضمن وزارة التراث، لكن بالنسبة للمهرجان كان في بالي يعني، فراسم هالشيء من فترة طويلة، والحمد لله مشاركة كانت مثرية جدا. أنك تحتك مع شعراء لهم باع طويل في الشعر، تحتك مع ضيوف من خارج السلطنة، تحتك مع شعراء لهم تجربتهم، يعني ما بينها سنة وسنتين وثلاث، يعني يمكن نحن كنا صغار بعدنا ما نكتب الشعر وما نعرف شو معنى الشعر، كانوا يكتبون الشعر. رغم المشاركة الخجولة من شعراء المحافظة، إلا أن أصداء نجاح المهرجان يعد حافزا لأولئك الشعراء لإطلاق العنان لقرائحهم والانطلاق في فضاءات الشعر والتحول من النطاق المحلي إلى رحاب المشاركات الخارجية على مستوى السلطنة بل والعالم العربي. إلى هنا يتوقف بوح القوافي وتتوقف كلمات الشعراء عن البوح في هذه القاعة باختتام فعاليات مهرجان الشعر العماني 11، ولتؤكد محافظة مسندم من جديد بأنها قادرة على تنظيم الفعاليات الكبرى على مستوى السلطنة. من ولاية خصب محافظة مسندم، نجم بن عبد الله الشحي. لتوفير بيئة محفزة وملهمة للطلبة والموهوبين للابتكار، احتفل في محافظة ظفار بافتتاح مبنى مركز الابتكار والروبوت العلمي. ويتكون المركز من عدة قاعات ومعامل لتنفيذ ورش علمية والتصنيع البسيط للابتكارات. رعى حفل الافتتاح معالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشني المستشار بديوان البلاط السلطاني. من جبالها الشاهقة وطبيعتها الخلابة وشواطئها التي تأسر الألباب والعقول، محافظة ظفار
انبلجت هذه الأفكار النيرة التي تجسد معاني الإبداع العلمي وتبشر بإنجازات صناعية تضاف إلى المنجزات العلمية في مختلف محافظات السلطنة. طلبة وطالبات في مقتبل العمر حققوا ما كان يؤمل منهم لهذا الوطن العزيز، وثمرة من ثمار المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار الرامية إلى تطوير مهارات الطلبة والطالبات في جميع المجالات وتحديدا الابتكار العلمي. لا شك أن هذا المركز هو لبنة أساسية ومهمة في صقل وتنمية مهارات أبنائنا في الجوانب العلمية، وهذا العالم الآن هو عالم العلم والمعرفة. الحمد لله مركز الابتكار له أهمية كبيرة لدعم الإبداعات وابتكارات أبنائنا الطلبة والطالبات في محافظة ظفار. هناك رؤية مستقبلية للنهوض بهذا المركز ليكون مركز ذو يستقطب عدد كبير من أبنائنا الطلبة، وكذلك ذو تخصصات مختلفة في مجال الطاقة وفي مجال كذلك الطاقة البديلة. وقد هيأت فكرة مركز الابتكار والروبوت العلمي بمحافظة ظفار بيئة محفزة وملهمة للطلبة والموهوبين للابتكار ونشر ثقافته وتطوير الروبوت في جو تنافسي شيق في المسابقات المتنوعة من أجل توظيف الروبوتات لإيجاد حلول تخدم قضايا المجتمع وتوجه المبتكرين نحو دعم القطاع الصناعي والاقتصادي بالأفكار والمنتجات الداعمة للاقتصاد الوطني مستقبلا. المشروع الذي قدمناه اليوم في مركز الابتكار والروبوت العلمي هو مكان فارق في موقف السيارات، وهو يعني نبذة عن لحل مشكلة وهي صعوبة الوصول إلى الأماكن الفارغة. قمت بعمل مشروع للاستفادة القصوى من طاقة بخار الماء، وهذا المشروع يهدف إلى البعد عن الطاقة المضرة للبيئة، وهذا المشروع يستخدم طاقة متجددة وغير مضرة للبيئة. هو عبارة عن عربة آمنة للطفل ومساعدة للأم والمربية في الاهتمام به ومراقبة حالة الجو أينما كانت العربة. يعد الابتكار العلمي من أبرز أهداف المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار للارتقاء بمواهب الطلبة والطالبات على مستوى المحافظة للمنافسة في المنافسات الوطنية والدولية. سالم بن بقية العامري، صلالة، محافظة ظفار. خدمات جمركية عدة تقوم الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية بتنظيمها كخدمة النقل البري الدولية وخدمة المستودعات الاستثمارية للشركات وخدمة المشغل الاقتصادي المعتمد، والتي تهدف إلى تعزيز موقع السلطنة كمركز لوجستي عالمي للتبادل التجاري. تعمل الإدارة العامة للجمارك على تسهيل توحيد الإجراءات الجمركية الخاصة بنقل البضائع وفقاً للاتفاقية الدولية التير، والتي بموجبها تسهل عملية انتقال البضائع من دولة المصدر إلى دولة المقصد، تعزيزاً لجهود السلطنة الطموحة التي تهدف إلى جعلها مركزاً تجارياً عالمياً. الاتفاقية الجمركية بشأن نقل الدولي للبضائع، اتفاقية جمركية تمت الموافقة عليها بموجب مرسوم السلطاني 27/2018. الاتفاقية تابعة للأمم المتحدة تعنى بنقل البضائع عبر الحدود. الهدف من هذه الاتفاقية هي توحيد وتسهيل الإجراءات الجمركية، خاصة الإجراءات المتعلقة بالبضائع. لهذه الاتفاقية مزايا عدة. طبعا تنتقل البضائع من دولة المصدر إلى دولة المقصد النهائي عبر الحدود بدون تفتيش وبأقل وقت وأقل كلفة. كذلك البضائع هذه لا تحتاج إلى ضمان متكرر حسب المعتاد في عملية النقل بالعبور الترانزيت، وإنما هناك ضمان دولي مغطى بموجب بطاقة النقل البري الدولي التير. تعتبر المستودعات الاستثمارية الجمركية معلقة الضريبة أحد الخدمات الجمركية المقدمة من الإدارة العامة للجمارك للمجتمع التجاري لمواكبة التنامي المتسارع للاقتصاد ودعما للقطاع اللوجستي للخدمات في السلطنة. تكمن أهمية المستودع الاستثماري في أنه داعم لتوجه السلطنة لتنويع مصادر الدخل الوطني. أيضا هو يخلق بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار، وأيضا يعزز أو يرفع من المستوى اللوجستي أو من
من التنافسية للأداء اللوجستي للسلطنة، بالإضافة إلى أنه يعمل على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في نشاط إعادة التصدير، أي جعل السلطنة مركز رئيسي لحركة التجارة العالمية. أما فيما يخص ميزات المستودع الاستثماري فهو يمتاز بالرقابة الإلكترونية، يمتاز بتقنيات حديثة في عمليات الإدخال وإيداع وخروج البضائع، ولإيجاد اقتصاد ذي تنافسية عالية ودعم للتسهيلات التجارية. تعتبر شهادة المشغل الاقتصادي التي تصدر من الإدارة العامة للجمارك أحد أبرز التسهيلات الجمركية للخدمات اللوجستية. هناك العديد من المميزات أو الفوائد من تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي. أولا، إظهار السلطنة كمركز تجاري آمن. ثانيا، خلق شراكة موثوقة بين الإدارة العامة للجمارك والقطاع الخاص، بالإضافة تمكين الشركات المحلية في اكتساب الميزة التنافسية الدولية. أما بالنسبة للمميزات التي تحصل عليها الشركات الحاصلة على مشغل اقتصادي معتمد، هو أولا تقليل عدد مرات التفتيش الجمركي في المنافذ الجمركية، أيضا إمكانية استخدام شعار المشغل الاقتصادي المعتمد في خطاباتهم الرسمية سواء كانت المحلية أو الدولية، أيضا فسح حدودي سريع للبضائع الداخلة والخارجة في السلطنة. تعمل الإدارة العامة للجمارك على تطوير منظومتها الجمركية لتسهيل وتسريع تدفق السلع والتبادل التجاري مع دول العالم، ولجعل السلطنة مركزا لوجستيا عالميا. النقيب حمد بن هاشي القريني، الإدارة العامة للجمارك. يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار لإرسال مراقبين إلى اليمن لتطبيق وقف إطلاق النار في ميناء الحديدة وانسحاب القوات المتنازعة من المنطقة ودعم نتائج مفاوضات السلام الأخيرة في السويد. وخضعت مسودة مشروع القرار الذي عدته بريطانيا لمفاوضات صعبة على مدى أسبوع بسبب التباين بين روسيا والولايات المتحدة في إحدى مواد المشروع، والخاصة بالتدخلات الأجنبية في اليمن. هذا وحث المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث على الانتشار السريع لمراقب الأمم المتحدة باعتبارهم جزءا أساسيا من الثقة اللازمة للمساعدة في تنفيذ اتفاق السويد. قال مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب اتخذ قرارا بسحب نحو 7000 جندي أمريكي من أفغانستان، أي نحو نصف عدد القوات الأمريكية المتمركزة هناك. قرار رئيس ترامب جاء بعد يوم من اتخاذ قرار مشابه بسحب القوات الأمريكية بالكامل من سوريا. قال مسؤول أمريكي إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم سحب أكثر من 5000 من بين 14000 جندي أمريكي في أفغانستان، في أحدث مؤشر على أن صبره بدأ ينفد إزاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة وإزاء التدخلات العسكرية في الخارج بصفة عامة. وقرر ترامب يوم الأربعاء تجاهل كبار مستشاريه وسحب كل الجنود الأمريكيين من سوريا، في تحرك كان من العوامل التي ساهمت في الاستقالة المفاجئة لوزير الدفاع جيم ماتس يوم الخميس فيما يتصل بخلافات في السياسة مع الرئيس. وقال مسؤول طلب عدم نشر اسمه إن قرارا اتخذ وصدرت أوامر شفهية لبدء التخطيط للانسحاب، وذكر المسؤول أنه يجري بحث جداول زمنية، لكن من المحتمل أن تبدأ العملية خلال أسابيع أو شهور. وليس من الواضح كيف ستتمكن الولايات المتحدة بأقل من 9000 جندي في أفغانستان من تنفيذ المهام المنوطة بها، والتي تشمل تدريب القوات الأفغانية وتقديم المشورة لها في الميدان وتنفيذ حملات ضربات جوية على أهداف لحركة طالبان وجماعات أخرى. ويبدو في حكم المؤكد أن واشنطن ستقلص مهامها، وهو أمر قد يمنح فرصة لطالبان لتوسيع رقعة هجماتها في جميع أنحاء البلاد. وكان ماتس يحث على الإبقاء على وجود عسكري أمريكي قوي في أفغانستان لتعزيز الجهود الدبلوماسية لتحقيق السلام، وقدم استقالته بعد فترة قصيرة من طرح مسؤولين أمريكيين احتمال أن يأمر ترامب بالانسحاب.
ولقي أكثر من 2400 جندي أمريكي مصرعهم في الحرب الدائرة منذ 17 عاما في أفغانستان. وحذر مسؤولون بالبنتاغون مرارا من أن أي خروج مفاجئ من شأنه أن يتيح للمتشددين رسم مخططات جديدة تنال من الولايات المتحدة، مثل ما حدث في 11 من سبتمبر أيلول 2001 حين زجت الهجمات وقتها بواشنطن في حروب مفتوحة. النشرة مستمرة من مركز الأخبار وفيها بعد الفاصل. أطفال يسطرون رسائل حب لجلالة السلطان المعظم عبر كتاب رسالة إلى أبي. التواصل جزء من صناعة التاريخ. الشغف يقودنا لخدمتكم، يدفعنا قدما. معكم نطلق أفكارا جديدة ونستمد قوتنا من قيمكم. ستجدوننا دوما بقربكم أينما تحتاجون إلينا. نسعى لإيجاد قيمة مستدامة، نطلق العنان للأفكار ونبني مستقبل الاتصالات. رؤيتنا مستقبل أفضل، وجهودنا إنشاء منظومة متكاملة للاتصالات، بها نثري حياتكم ونربط عمان بالعالم. رؤية طموحة دائماً تعزز التواصل بين الأفراد وتوفر فرصاً واسعة لقطاعات الأعمال. شراكاتنا العالمية تمكننا من تقديم المزيد وتجاوز الحدود والمساهمة في تنمية الوطن. والعمل نحو غد أكثر إشراقاً يشكل الناس محوره وأساسه. الاستثمارات الاستراتيجية تتيح عمقاً استراتيجياً وقفزة نوعية وفرصاً للنمو، وتمكننا من الوصول إلى آفاق أرحب مما يقرب العالم لكم. عمان تل، لأننا معكم نسوي العجب. مئة وأربعون صفحة ضمها كتاب رسالة إلى أبي، والذي يحمل في طياته رسائل وخواطر كتبها أطفال عمان إلى جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. الكتاب الذي دشنته جريدة الرؤيا ببيت زبير في مسقط جاء تحت رعاية معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط. سلام، سلام على عينيك التي تمنحنا الأمل، سلام على خطوط وجهك ويديك، سلام على ابتسامتك، سلام إلى مقامك السامي. بهذه الكلمات استهل أطفال عمان حفلة تدشين كتاب رسالة إلى أبي، والتي يهدونها بكل حب إلى الأب الحاني جلالة السلطان المعظم. مهما سوينا في حياتنا ما بنقدر نرد الجميل اللي هو سوالنا إياه من بناء الوطن وغرس القيم والمبادئ فينا. أريد أن أخبر جلالة أبي جلالة السلطان أنه شكرا جزيلا على كل ما تقدم لنا، ونحن نحبك يا جلالة السلطان. بابا قابوس، أحبك كثيرا بحجم العالم، وأحلم دائما أنني أزورك وأقدر أقبل يدك، وفي كل صباح أصحو فرحة. حبيت أشارك في هذا الحفل لأنه أنا أحب السلطان قابوس. أنا مفتخر أنه أنا جاي في هذا الاحتفال تكريما للسلطان قابوس، أنه تكريما للسلطان قابوس على إيش اللي سوالنا، وهذا شيء واجد صغير، جالسين الرجال شيء واجد صغير، لكن نحن الشيء هو اللي أعطانا شيء كبير واجد، نحن حتى ما نقدر نرجع له. طفولة ناطقة خطت زهاء 140 صفحة ببراءة وعفوية، مشاعر تهتف بالولاء والعرفان للقائد المعظم.
أريد أن أقدم كلمة شكر لجلالة السلطان قابوس على كل ما قدمه لنا في عمان. أبي قابوس، لك في قلبي كل المشاعر الجميلة، ولك في خفوق كل عماني كل المحبة. شكرا بابا قابوس. لقد سعدت حقا لكوني جزءا في هذه الفعالية، أو بالأحرى الأمسية التي تفعم بالجمال، لكوني جزءا ممن حدث جلالة السلطان حفظه الله ورعاه. قدمت اليوم الميدان العماني، أنا في مدرسة أحمد ماجد بالصف السابع. أريد إنه أقولهم يعني إنه شكرا لبابا قابوس وكل شيء، هو اللي سوانا الفرح وأجلنا كل هذه الأشياء اللي عطانا، وشكرا. الحفل تخلل العديد من الفقرات والتي قدمها نخبة من الأطفال المتميزين، ويأتي تدشين هذا الكتاب بتنظيم من جريدة الرؤية للصحافة والنشر، وبرعاية من مؤسسة بيت الزبير. رسائل الحب إلى الأب غالية، فكيف عندما تكون إلى أب الجميع؟ فبالتأكيد ستكون رسائل حب لا تنتهي أبداً. خديجة بنت سليمان، الشحية، مسقط. احتفلت كلية صور الجامعية بمحافظة جنوب الشرقية بتخريج 450 خريجا وخريجة من الفوج الرابع عشر لحملة الماجستير والبكالوريوس والدبلوم. منارة من منارات العلم ترفد السلطنة بكوكبة جديدة من الخريجين حاملين لواء التعليم بتخصصاتهم المنوعة، فكانت هذه الاحتفالية بكلية صور الجامعية. نبارك للطلبة الخريجين تخرجهم ولذويهم، ونبارك أيضا لجميع أعضاء الهيئة التدريسية والأكاديمية بالكلية لما بذلوه من جهد لإخراج هذه النخبة والكوكبة الرائعة من طلبتنا الخريجين. مساء ربابة ثكلى يموت لعزفها الرمل، مساء وشفاها تصمت تارة تعلو، لا يسرني إلا أن أرفع قبعات التخرج لأولئك الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية البناء والإعداد والعطاء. أكثر من 450 خريجا وخريجة من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير احتفت بهم كلية صور الجامعية، وهم يحملون بين جنباتهم ومخيلاتهم ذكريات مليئة بالمعرفة والعطاء. الحمد لله وفقنا في هذا اليوم أن نحصل على نتيجة وثمرة الجهد الذي يعني قدمناه خلال الفترة الماضية. لقد من الله علينا بهذه الفرحة العامرة بعد مضي 5 سنوات من الجد والاجتهاد، رافعين قبعات الاحترام للمعلمين والمعلمات، آمنين من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في خدمة هذا الوطن المعطاء. هذه اللحظات في استلام شهادة التخرج تمتزج معها مشاعر الفرح بالإنجاز وأروع ذكرى تخلدها الروح لترسم الطريق لمستقبل تسهم فيه هذه الأيادي والعقول لبناء الوطن. أحمد بن محمد المعمري من ولاية صور محافظة جنوب الشرقية. تتواصل فعالية مهرجان مقشن التراثي الرابع والذي يستمر حتى 27 من الشهر الجاري. المهرجان يشتمل على مسابقات في محالبة ومزاينة الإبل والرماية بالأسلحة التقليدية وفعاليات ثقافية متنوعة. انتهت مسابقة محالبة الإبل بمهرجان مقشن التراثي الرابع والتي استمرت على مدى 3 أيام، وفازت بشوط التحدي شوط السيارة مزيونة لمالكها بخيت بن فريح مسن الكثيري. أعلنت انطلاقة مسابقة الرماية ثاني مسابقات هذا المهرجان، والتي تقام على ميدان الرماية بولاية مقشن وتستمر على مدى 3 أيام بمشاركة أكثر من 700 رام من مختلف ولايات السلطنة. هذه البطولة هي البطولة الثانية في الولاية. البطولة هي للسلاح الخفيف في سكتون. الهدف مكون من 11 دائرة، وهدف يعتبر الهدف الأوسط، والدائرة الأوسطى هي التضغيط الرامي، ويبدأ الطلقات على 10 أهداف ثانية لكل هدف طلقة، وتحسب النتيجة النهائية من 100. تحسب المراكز الأولى بعد تصفيات المجموعة الأولى والمجموعة الثانية يحسب كأفضل 40 رامي، أفضل نتيجة ل40 رامي يتم إعادتهم كعادة في اليوم الختامي للفرز منهم 10 فائزين هم بمركز الأول من الأول إلى العاشر. الفعاليات الثقافية لمهرجان مقشن التراثي الرابع والتي تنظمها المديرية العامة للتراث والثقافة بمحافظة ظفار بدأت بمحاضرة بعنوان المواطنة الرقمية،
قدمتها الأستاذة منى جعبوب، تحدثت فيها عن أهمية كيفية تعامل المواطنين خاصة من فئة الشباب والأطفال مع التقنية الحديثة، وتقديم مجموعة من الرسائل التوعوية بهدف الوقاية من مخاطر استخدام التقنية الرقمية، خاصة بعد أن أصبح الهاتف المحمول يستخدمه الصغير والكبير. كثير من محافظات السلطنة يكون لهم تواجد وحضور مثل هذه المهرجانات، وبالتالي أيضا هناك رسالة احنا نود أن نوصلها إلى العامة وإلى الجمهور، سواء كانت هذه الرسالة رسالة ثقافية، وأيضا اكتشاف بعض المواهب وبعض الطاقات الشبابية من خلال الأمسيات الشعرية ومن خلال الأمسيات الفنية الساهرة، وأيضا من خلال أمسية الإنشاد والتي تستقطب جمهور كبير من الشباب، ومن خلال هذه الاستقطاب هؤلاء الجمهور رسائل تود المديرية أيضا إيصالها لهؤلاء الشباب. جيت لك مقشن ومن دعوة كريم، والكريم رد له هذه الكرامة. الشعر كان حاضرا في مهرجان مقشن التراثي الرابع من خلال الأمسية الشعرية الأولى بمشاركة مجموعة من الشعراء العمانيين، قدموا فيها مجموعة من القصائد الشعرية أطربت مسامع الحضور. تلاها تقديم وصلات غنائية على أنغام فن البرعة. إلى جانب الأهمية التي يحظى بها مهرجان مقشن التراثي في المحافظة على الموروث العماني الأصيل والمتمثل في مسابقة المحالبة والمزاينة والرماية، ثمة أهمية ثقافية لهذا المهرجان تتجلى فيما يتم تقديمه من محاضرات وأمسيات شعرية وفنية. محمد بن أحمد السليمي المهري من ولاية مقشن بمحافظة ظفار. وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. وسط إبداعات الشعراء المشاركين، اختتام فعاليات مهرجان الشعر العماني في دورته 11 بولاية خصب. الاحتفال بافتتاح مبنى مركز الابتكار والروبوت العلمي في محافظة ظفار. مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على مشروع قرار لإرسال مراقبين إلى اليمن لتطبيق وقف إطلاق النار في ميناء الحديدة. شكرا لكم على حسن المتابعة، وهذه تحيات الزملاء في مركز الأخبار. في أمان الله.